اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات الكاميرا في الريف سبعه. طبعا احنا بنسافر ونطلع الجبال هذا الاماكن وننزل الوديان والصحاري وذلك بفضل طاقم جميل جدا اراه امامي الان الاستاذ المخرج احمد السلوري وايضا المصور خليل الظاهري والمصور الثاني ضيف الله يوسف وعمر الحواتي وعامر عمار الظاهري. فطبعا من كل قلبي احيي هذا الطاقم كله اللي وراء هذا الجهد الكبير احنا فيه. فعلا جنود مجهولين، الناس ما يعرفون الله ولا الاثنين، مش عارفين انه طاقم متكامل. على العموم اعزائنا المشاهدين، احنا اليوم في عزله الاباره محافظه ريمه لمعرفه المزيد، تابعوا هذا التقرير وهذه الحلقه برعايه مصرف الكريمي. محافظة ريمة من المحافظات التي تزخر بتنوع طبيعتها وبجمال تضاريسها. في عزلة الأبارة بمديرية مزهر تجولت عدسة الكاميرا في الريف والتقطت صورا بديعة لكل تفاصيلها. كنا قد قدمنا إليها عبر طريق وادي رماع الشهير. قابلتنا الأبارة بمنازلها الجميلة متنوعة المعمار والمبنية وسط الحقول الزراعية أو إلى جوارها أو تلك الواقعة ضمن القرى الجبلية. من أول وهلة يلاحظ الزائر جمالها وبساطتها في كل القرى التي مررنا بها، وقد أدهشنا انتشار الأشجار والنباتات من حولها والتي تبدو كلوحات لفنان في معرض تشكيلي. كنا أينما تلفتنا وجدنا منها الكثير. توغلنا أكثر فأسرتنا حقولها الزراعية ذات التربة الخصبة في تناسقها البديع، سواء الكائنة منها في السهل أو تلك المتدرجة في الجبال، وقد بنيت أعرامها وصممت بشكل هندسي بديع. تبدو حجارتها للرأي وكأنها حبات خرز منظوم. صعدنا النظر أعلى فطالعتنا جبال الأبارة شامخة تعانق السحاب، وقد تناثرت عليها القرى لتبدو كالنجوم المعلقة. كان يوما جميلا بكل تفاصيله قضيناها في الأبارة وقراها كجمال لحظات الغروب حينما غادرناها. مشاهدينا الكرام، نبحث الآن عن ممثل أول مرة وان شاء الله بينا بسير واحد وصل له عندي ان شاء الله يكون ممثل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله. اي اسمك؟ سعيد علي البكالي. سعيد علي البكالي. طبعا معنا فقره اسمها ممثل اول مره، وانا اشتيك تمثل معنا ان شاء الله. مثلت من اول؟ ماشي. اول مره يعني وعد مثل ان شاء الله. مثل ان شاء الله بيض وجهك، لانه كمال ذاحن بيدور واحد وبيتحداني، قال عندي احسن واحد في القريه ان شاء الله. ما يفعل ولا شيء. احنا في الأبارة. في الأبارة، عزة الأبارة. خلاص أنت الحين تشد معي وعقوع جائزة إن شاء الله. ترفع راسي للسماء. لا السماء ارفع راسك. يلا توكلنا على الله. أعزائنا المشاهدين، أجواء حلوة. المخرج قال لي إن الأستاذ يحيى لقي الممثل، وأنا الآن بين أشوف واحد محمش له، أنا ساير يصطلى عاد أخليه يمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال. السلام عليكم. مالك مفجوع؟ وعليكم. ماشي مفجوع. مفجوع. لا ما بالله هكذا يعني من فحلنا من عندنا كذا. طيب. أيوه. معنا فكرة اسمها ممثل أول مرة. قد مثلت من قبل؟ ما قد مثلت شيء من مرة ولا. تمثل اليوم؟ اليوم نفعل كل شيء. هتمثل؟ إن شاء الله. بس أنا اشتكت تفوز. إن شاء الله أفوز. بين الصدق غامض، لكن أنا عندي إحساس إنه حيفوز. إذا تابعونا في المشهد. أعزائي المشاهدين، اليوم سيكون المشهد جميل، أنا حاسس هكذا. وهو لمن عيالك؟ ما شاء الله، الله يصلح الحياة. شفت من البداية أنا أزعل منه. كيف يجيب عياله يساعدوه وأنت لا؟ يعني عادي، وعيالي موجودين. أنا ما لا موجودين هناك. أنا هذا ابنه. خلاص والله. إذا أيوة في بنت. يلا إذا أعزائنا المشاهدين، الحمد لله كذاب واحد منهم. أشوفوا الآن المشهد اللي عنعديه أنا والأستاذ يحيى، من عيفوز؟ طبعا ما دام جاء وعياله معه الاثنين اكيد هو فايز. ان شاء الله. خلاص انا واثق فيه، وانا عندي احساس ان العم من
يحيى علي. العم يحيى علي سيفوز ولا يعني زيد في الكلام. شعارنا اليوم في هذا المشهد قليلا من الكلام كثيرا من العمل التحدي. كثيرا من التمثيل وكثيرا من التحدي. تابعونا. ما هي الخطة التي أتبعها لكي أقنع جحا ونأكل الطلي أو الكبش سويا؟ يجب أن أتخذ خطة جهنمية وهي من عوائدي. وجدتها. يا جحا من هناك؟ كيف حالك يا جحا؟ يا أهلا وسهلا. ماذا تعمل؟ إنني أربي هذا الكبش لمؤونة الشتاء. لمؤونة الشتاء جالي. تريد أن تدخله لمؤونة الشتاء؟ نعم. من يحيا ومن يموت؟ يقول لي يا جحا. نعم. أريد أن أقول لك شيئا مهما. قول يا فتى قول. إنني مشغول بهذا الكبش. اسمعني. ألم تعلم أن القيامة ستقوم غدا؟ ألم يصلك الخبر أن القيامة ستقوم غدا وتريد أن تدخره لمعنة الشتاء وتقوم القيامة ولك التطلب ولهم يحزنوا؟ القيامة ستقوم غدا؟ نعم تقوم إن شاء الله الداهنة. أنا سأربي هذا الكبش لمعنة الشتاء وتقوم القيامة ولا مشتت؟ سأقرعه يعني يا جحا. اسمعني جيدا. نعم. بدلا أن تنتظر إلى الشتاء وتقوم القيامة غدا ويروح عليك الملاب واللحمة فأنا أنصحك لوجه الله تعالى أن تذبح الكبش ونأكله سويا ونتهنى بأكله لأن القيامة ستقوم غدا. نعم. يبدو أن هذا يريد أن يخرطني ويبرمني كي يأكل الخروف. ماذا قلت؟ أقول متأكد أنت من هذا الكلام؟ نعم سمعتك توهمين. نعم غدا ستقوم القيامة. ما دام ستقوم القيامة غدا فلنأكل هذا الكبش. يا رب أشكرك يا جحا. إذا اسمعني جيدا. إنني سأذهب إلى النهر لكي أعمل غطسة وأتروش وأعود وقد المرق جاهز واللحمة جاهزة. وأنا علي الحطب وأذبح هذا الكبش ونأكله سويا قبل أن تقوم القيامة. لقد نجحت. خاطرك. الله معك. سأذهب. لا تتأخر. لا أعمل غطسة وأعود. يا رجل. ماذا؟ هل ستفعل غطسة بهذه الملابس؟ نعم. كيف هذا الخبر؟ سيسرقوها. نعم سيسرقوها علي. إذن اطرح ملابسك هنا. نعم. سأضعها عندك وأذهب لأعمل غطسة وتجهز. أن القيامة ستقوم غدا. قضي حاجتها. باقي الثوب. لا أريد أن أستتر. يريد أن يستتر على من؟ على جحا. أصار القمر. الحمد لله. كيف حالك يا جحا؟ الحمد نعيما. ذبحت الصغير أم الكبير؟ ما ذبحت لك الصغير. نطعمه لذيذ. وأحضرت الحطب وأوقدت النار وتركت هذا للقيامة. لا عليك. أعطني ثيابي. ثيابه إيش؟ ثيابك أحرقتها بجباخة الخروف الصغير. ماذا؟ نعم. لقد أحرقت ثيابي؟ نعم. القيامة ستقوم. ماذا ستعمل بالثياب؟ إنني أمزح. وأنا هركتها. لا أمزح. يوشل دمي. إن الثياب حقي لا قضى حاجتها. أعزائنا المشاهدين، عفوا عاد أنا مركب على المشهد الآن. عاد تشوفوا المشهد. أيوة. نفس دلا قلنا وتعدوا نفس دوري. مستعدين؟ هم قد شافوا. ما شافوا؟ أيوة. شفتوا المشهد؟ أيوة. خلاص ما عيف على الكمال. فعلتوا ساعة يبدأ صاحبك. أيوة. ولا صاحبي عيف فوز غصبا عنك وعنه. تصفيق المتسابقين. هذا جحا. كيف نخطط على الطلين الجحا ونأكله من يد جحا هذا؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً. إيش هذا معك يا جهاد؟ إيش هذا معك؟ هذا الخروف الكبش إنني أربيه مؤنة للشتاء. للشتاء؟ نعم. ما تعمل به بالشتاء؟ أسألك أنا كنت سليم. إيش تعمل به بالشتاء؟ أعمله بالشتاء؟ إيه. مؤنة يعني أخزنه للشتاء. من القيامة على الدقيق؟ لا. القيامة بالدقيق الحين بتقتلب علينا وإنما أبو حد. القيامة ستقوم. القيامة بتقوم. ما نفعل؟ ما نفعل؟ ما لا بالله نذبح الطليق. دعك من القيامة دعك منها. لا نذبح. دعني أربيه للشتاء. يعني نربيه للشتاء؟ لا. ما لك شيء من الطليق. ما بلا نذبحه. تذبحه؟ نذبحه. ليش؟ ما بيش القيامة عاد تقوم، وبعدين يعني ما عاد يقع شيء ولا حاجة ولا عاد. أفزعتني يا رجل. ما لا ما أفزعتك ولا. إلا أفزعتني. أبد أقول لك نذبح الطليق ونطبخ. متأكد أن القيامة ستقوم؟ نطبخها ونطرحها في القدر أو نحده ونأكله. وبعدين القيامة تقيم. إيه صورة أنه شيء برمني وبرماد كبش. لكن سهل عشان أوريه. طيب أنا سأذبح الكبش وأبحث عن الحطب، وأنت ماذا ستعمل؟ وأنا ما ستعمل؟ أنا على طول سأصير أكتمش. تكتمش؟ سرع أكتمش نفسي. أكتمش يعني أفعل لي شوية بي كذا أو أدخل بين مسبح كذا. تتسبح. تسبح أيوة. تتبرد. تبرد وأرجع لك. إذا تبرد وتقمش براحتك، وأنا سوف أذبح هذا الكبش ونأكله أنا وأنت. يلا هيا اذهب. ماذا بك؟ تتقمش انا. لا اقتلمت السائله. ها يا رجل اخلع ملابسك. لا ما اخلعش. الا تخلع ملابسك. لا تتقمش. ولا اخلع ابدا. ما اخلعك ولا انا هي اخلع هي. اخلع ملابسك. ضروري يعني. ايوه ضروري. هات. وذهب تقمش او تسبح كلا. هات هيا اقصب. زيد باقي واحد. باقي واحد ايوه هات هذا ايوه. لا الاحمر. لا تكشع لا تكشع لا ترفع الصوت. جينا هنا ويا الاحمر هذا. يلا سير اسمع. هات يا الاحمر. لا هات الاحمر. اوه يا رجل على من؟ على جعاء. اهلا. سلام عليكم يا جعاء. اجلس هنا. اجلس اجلس اجلس. ما اجلس قد ذبحت الطلي. اي ذبحت الطلي الصغيره الكبشه الصغيره. الكبشه الصغير جاهز. لا احنا قلنا على كبشه الطلي كبير. لا الصغير احسن. جمعت الحطب. اجلس عشان تشوف. اجلس. وين الملابس اللي اعطيتكم؟ قامت على ملابس على الطلي. وعلى الطلي قام من عندي. ما قومش يا اخو الطلي. على مان؟ لا ضروري اتفقنا ناكل مهرك. خرجنا الطلي ولا ما بلا ضروري ناكل الطلي. ما بش ملابسكم يا احمد. ماذا أشاهد؟ إني أشاهد جحا ومعه طلي. يا لها من فرصة أن أغتنم الكبش هذا وأكله. إنه كبش لذيذ. ما هي الخدة التي استخدمها؟ وجدتها. السلام عليك يا جحا. وعليكم السلام. من؟ كيف حالك يا جحا؟ يا أهلا الحمد لله. ماذا تفعل يا جحا هنا؟ إنني أربي هذا الكبش لمؤنة الشتاء. ولماذا لمؤنة الشتاء يا رجل؟ كي نأكله في الشتاء. يا رجل إلى الشتاء؟ ها؟ وهل تمهله للشتاء؟ نعم للشتاء. الوقت غير سامح بهذا يا رجل. ليش الوقت غير سامح بهذا يا رجل؟ لأن القيامة ستقوم غدا يا جحا. القيامة ستقوم غدا يا جحا. تقوم لكن لا تجلسات. ما دخلي أنا. هذا حق الطلي سأربيه لمؤنة الشتاء وأكله في هذا الوقت. يا جحا ستقوم القيامة وستأكله. الذئاب عليك وأنت تقوم عليك القيامة ولا تشوف منه شيئا. متأكد أنت؟ أما متأكد؟ على صورتي الشيء برمى الكبش وياكله. يا جحا. نعم يا جحا. القيامة ستقوم. ستقوم القيامة. نعم يا رجل. انني خائف. ماذا اعمل؟
أذبح الطريق نعم وآكله وناكله أنا وأنت وأنا ضيفك سأحل ضيفك يا جحا يا أهلك وإذا قامت القيامة قامت هذا قامت ولم في من الكبش شيئا إذا خلاص أنا سأذبح الكبش وأذبحه وأنت ماذا ستعمل وأنا سأذهب إلى النهر أتسبح شوية ولكي نبرد من شدة الحماء نعم ونرجع وأنا أتبخ حق الوالد يلا تمام سلام معنا يلا سير تسبح يلا ها يا رجل ماذا تريد يا جحا كيف ستتسبح بالملابس إن ملابسي ثمينة وليس أطلحها سيجل وسي يأخذها لا تخاف لا سأخاف عليها لأنها ثمينة أدرها عندي هنا تفتح منك لا اسمعني ستحفظها جيدا سأحفظها هنا ولم تدعها ولم أدعها أبدا سأعطيك سأعطيك حافظ عليها لا باس عليك يا جحا هيا أنت أكرمتني بالكبش يا جحا أنا أكرمك بالملابس هات نعم هيا أقضب هيا ها الثوب لا سترتي يا رجل سترتك نعم ستر هيا ستر يا سارق ماذا تريد أنت السلام عليك لماذا تأخرت لك يا تسبح تعال تعال هنا أين الكبش إنه جاهز لماذا ذبحت إنك بخيل يا جحا بخيل يا جحا دع هذا للقيامة ستقوم دع هذا الكبش للقيامة ونحن ذبحنا الكبش الصغير نأكله أنا وأنت يا جحا الصغير كيف يكفي لك يا رجل يكفيني أنا الصغير وأنا أين ملابسي ملابسك أحرقناها مع الحطب لكي ويحك يا على بلد إنها هي ثمينة يا رجل ماذا تحرقها ماذا ويحك إنها هي ثمينة إنها هي ثمينة اصبر دقيقة ألم تقول أنت بأن القيامة ستقوم غدا ستقوم على كبشك ولم تقوم على ملابسي يا رجل ذبحنا الكبش وذبحنا الحطب وأكلنا الهذا بملابسك لقد طمعت بملابسي يا جحا أنا طمعت بملابسك نعم يا جحا طمعت بكبشي لا اذهب يا أعزائنا المشاهدين احنا استمتعنا وانتم استمتعتم اكيد والجمهور اللي موجود هنا بنلاحظهم استمتعوا اذا الاثنين بصراحه مبدعين بس في واحد اكثر ابداعا حتى انا قلت هذا احتمال يضحسني من الفائز يا استاذ يحيى انا طبعا ساعلن عن النتيجه وبعد اجتماع المخرج الاستاذ احمد وانا وكمال والطاقم قررنا ان صاحبي هو الفائز الاول ويشتري كبش ويروح ياكل صح مبروك ألف عصر 20,000 لصاحبي وهذه 10,000 لصاحبك ومبروك على جائزة وتصفيقة وصلنا إلى فقرة أنت السائل وأنت السائل أنا بنتخيلي هكذا أنها تكون هذا الحجة نبصر إن وافقت كان بها ما وافقت أنا بسر غيرها يا الله إن شاء الله توافق السلام عليكم كيف أنت يما الحمد لله مالي شيء الحمد لله اسمش آمنة ما شاء الله أجلستم بشنية طلعتش من نازل أصلا أيوة آمنة من أحمد الأبار معنا فقرة ضمن الكاميرا في الريف 7 فقرة طبعا فيها جوائز 30,000 عايز المتسابقين معنا يكونوا 6 عدينا سؤال وإذا جاوبوا 6 عايشلوا 30 وإن ما حد جاوب ما بقيلش معيش سؤال تسألي طيب سؤال ما هي أطول آية في القرآن إذن نقوم أنا وأنتي وندور من يجاوب وما قلت لي إحنا فين إحنا رايحين في الأبارة هذا عزة الأبارة أيوة أنتي من هنا من هنا ما شاء الله أنت متزوجة؟ أيوة ما شاء الله كم عشاء؟ 9 9 الله يصلحي قومي ندور الرزق السهل شبهي على 30 أيه ندور نجي من هنا من نجي مشاهدنا الكرام لحصلنا الحج باسمك قايد محمد قايد من؟ محمد قايد محمد طبعا الوالد معها سؤال أسألك سؤال إذا جاوبت على السؤال أقول لك 5,000 ما جاوبت 5,000 عاد رجع لها اتفقنا مستعد هيتين السؤال ما هي أطول آية في القرآن ما هي أطول آية في القرآن ما هذا مش داري
من أول قرية. ماشي قرية ماشي قرية ومشي وداري ومبروك عليش الخمسة الألف. كم معش ذاهين؟ كم رصيدش الآن؟ ثلاثة. خمسة يا خمسة ألف وما جاوبش. أيوة خمسة وما جاوبش يعني مش خمسة. ندور واحد ثاني لو جاوب عايش لا عليش الخمسة الثانية. الآن معنا كم؟ 25 سؤال. ما هي أطول آية في القرآن؟ أطول آية هي في سورة البقرة آيات الدين. دينتم بدين هذا إلى نهاية الآية. طيب كيف الإجابة الصحيحة؟ صحيحة. الإجابة صحيحة وتفعيل 5000 ريال وهذا سر من يلا خرج يا زلمة. هذه لا يلا. أنتي خرجي 1000 هذا 1000 يلا. 2000 3 طبي ما أعرف شو بترجع. 3 4 باقي 1 يلا. هيا 5 5 دحين كم بقي معاش؟ 20 بقي معاش أنتي قعدش 5 وهذا 5 صارت 10 هيبقى معاش كم؟ 20 ندور إن جاوبوا شلوا 20 وإن ما جاوبوش 20 ليش؟ مش أنتي زعلانة؟ لا 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 مهني اللام يلا جاي بعد يهند تدور هين. يا أهلا وسهلا اسمك؟ صدام العزيز. صدام العزي طبعا معنا الحج معها 4 أسئلة باقي لها كان معها 30 وزعنا سؤالين لو جاوبت على السؤال هيقول لك 5000 ما جاوبت الخمسة ترجع لها عشان تفهم. جاهز؟ أيوة جاهز. أسألك سؤال تمام هيا سألي. ما هي أطول آية في القرآن؟ ما هي أطول آية في القرآن؟ أطول آية في القرآن آية الدين. آية الدين؟ آية في سورة البقرة يا أيها الذين إذا تدينتم بدين. ها كيف الإجابة صح؟ صح. إذا 5000 عدي يلا. ها؟ 5000 مسامح لها. مشاهدينا الكرام حصل هنا مفاجأة الأخ سطام قال أن 5000 هو مسامح للحجة. مبروك دحين مش 10000. وشكرا ألف شكر. ألف شكر لك معش الآن كم؟ 10000. 10. ووزعنا كم؟ 10. 10. باقي معنا كم؟ لا لا وزعنا. 5. 5. وخمسة ليش 10 وده انتانش وانتانش 5 ماشي 10 و5 وزعناه كم باقي 15 غلط ايامه باقي 15 يعني معنا 3 15 قلت 15 نوزعها كلها نوزعها نوزعها مشتيها ديه هو نصيبه يقر الله كريم من هو نصيبه شل نزل ندور مطلع جاي ندور مطلع مطلع. ما هي أطول آية في القرآن؟ سمعت السؤال؟ ما سورة البقرة أطول آية بالقرآن هي سورة البقرة وسيكفيكم الله. ما شاء الله كيف الإجابة؟ كيف صح ولا غلط؟ غلط. الإجابة غلط. إذن 5 عاد رجع على رصيدك ما شاء الله أنتي مرزوقة يا حجة. ذاهن معش كم؟ 15 ألف. الوالدة عاد سألك سؤال إذا جاوبت أقول لك 5000 ما جاوبت عاد شلاني. جاهز؟ يلا تيلا. ما هي أطول آية في القرآن؟ ما هي أطول آية في القرآن؟ أطول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. من سورة إيش؟ من سورة البقرة. ها كيف الإجابة؟ صح. صح الإجابة صح. عدي 5000 يلا حجة نقصت سهل قد معش 15. طيب مالك؟ ما أنا ولا ذا. والله. يعني أنتي مهني الله. ها شو عدة هذا كم هذا 4 5. آه كم باقي؟ باقي 5 وهذاك حقش 15. اتهنى بها لقينا واحد. واحد ولا نوزع الباقي كلها؟ لا كلها حتى. كلها نوزعها. ما شاء الله ما شاء الله. جاي. اسمك يا عاد؟ احمد قايد علي. طبعا معنا سؤال عاد سألك الحجة آمنة إذا جاوبت عليه وعلى 5000 ما جاوبت شلها لها. جاهز؟ جاهز. يلا بالخير اسألي. ما هي أطول آية في القرآن؟ ما هي أطول آية في القرآن؟ قلت لك في القرآن هذا ماشي درست أنا يتيم يا أخي ما قدرت تجاوب ولا أستطيع تجاوب بلا شيء ماشي درست أنت مهني لها بالـ5000 مهني مهني لش حظها ونصيبها مهني لش يا حجة وألف مبروك نيتش الطيبة والسليمة 20 ألف ونوزعها نوزع نوزعها عادي لا إذا مشاهدينا الكرام هكذا حصلت على 20 ألف 4 أسئلة شلتاي وهذا نصيبها وشكرا.
المشاهدين وصلنا وإياكم إلى فقرة وصل. وصل كما قلنا تبان من عنوانها، هي عنوان للتراحم، عنوان لأن نصل من حكمت عليهم ظروف الحياة، عنوان للجار يتعاطف على جاره في مثل هذا الأوضاع. طبعا أبناء المنطقة هنا متعاونين معنا، وكذلك الأخ صدام حسين إسماعيل أبارة. حياك الله أخي صدام، من الناس المتعاونين هنا في المنطقة، والذي أشار لنا وقال لنا في ناس هنا بحاجة إلى الرحمة والتراحم. إحنا بنعمل نموذج، والكل في كل منطقة في ناس بحاجة إلى التراحم، بحاجة إلى الوصال. إذن الآن بنروح لعند هذا الأسرة التي بحاجة إلى وصل، وإن شاء الله نصلهم بسم الله. عندي ابني القلب ما استلاشر ولا اجي. الله يشفي. امين يا رب. شوفي يما، الانسان يكون عنده امل وثقه في الله عز وجل ولا يفقد الامل بالله، صح؟ لكن قلبي ما يجي. هلا يا سيدي مساكن ما معهم ولا جاهزه، وقد الناس كلهم حالتهم تتحسن. ايوه لكن ان شاء الله كل انسان يعني يعطف على جاره. الله يحفظك. ايوه، وهذا الفقره عباره عن وصل ورحمه وتراحم. كيف حالكم؟ الله يسلمك ويعافيك ويحفظك. الله يبارك فيكم. يجاكم ياخذ لعداكم ومن عداكم بالداخلين ولا خارجين، الله يحقي عليكم. انا ادعي لكم للونها. امين. هذا حق الماء صح؟ هذا حق الماء ما؟ اها، على ما اقدر اكلمك. طيب، نظرا لان الام من باسمكم؟ انا مريم محمد علي. الام مريم، يعني صعب اني تروح ل مركز المدينة وتستلم الفلوس. ف الله يبارك فيك. قد احنا حنختصر المسافة. طبعا خدمة ام فلوس خدمة لمثل هذه الحالات، ولكن لانها هنا لوحدها ومريضة في القلب بعد ايش تخرج من هنا، فانا اجيب لكم عبر المندوبن المالي المبلغ المقدم، ونسأل الله عز وجل انه يشفيش ويعافيش. قولي امين الجميع ان شاء الله، ويوفقنا واياش الى ما فيه الخير ان شاء الله. الله يعليكم وياخذ لعداكم قلنا لك بالداخل ولا من الخارج. ما شاء الله، دعوه من القلب الى القلب. الله يحكي على تابعونا اعزائي المشاهدين في الفقره القادمه. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى فقرة مواهب وسواليف في الريف، في ريف اليمن الجميل، في ريف ريمة الحلوة، ريمة الذواقة بطيبة أهلها وطيبة قلوبهم وأخلاقهم الرفيعة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إحنا الآن أين إحنا بالضبط؟ إحنا بالأبارة. طيب، بما تمتاز الأبارة؟ تمتاز الأبارة بالجبال المحيطة بها والقرى المتواصلة على جر العزلة كاملة. طيب، لفت نظري، أنا طبعا اللي يعرف عن ريمة أني خضراء خضيرة بشكل فظيع، اليوم بنشوفها هكذا مشي بهذك الخضرة بعد شهر من اليوم وهي خضراء هكذا إن شاء الله. خضراء قوي، خضراء زراعة كل الجبال ولا تشوف حتى حاجة، يعني ما قدوا الأمطار ما موسم الأمطار. أيوة عادي، مش شارع وبانت اللي مدى الحين يطلع الزرع وبات خضر الدنيا إن شاء الله. أنا في أي منطقة في اليمن أزورها أسمعهم عندما يدعوا رحم الرحمن يجيبوا مهاجل، يا حنون يا منون نسخنا الغيث يا رحمن بالنبي الأمجاد تستجيب دعانا، يا حنان يا منان بالنبي المرسل والكتاب المنزل من ندعي من نسال غيرك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله، ابداع وصوتك حلو صدق. يهجروا ولا حق التلام؟ ما يقولوا حل ما يزرع يسربوا يتلموا. يلا الله يا عالم وداري
هذيك حق السراب. إلى يا بلا بارو سويلة يا البرادة ردو. الآن ننتقل إلى الحج. عندما يجي الحج أنتوا تستقبلوا بمغارب؟ ها سمعنا. يا رب صل على من شاد فضائله السند والهند وارض الشام واليمن. هذا ما يروح الحاج. الحاج ما شاء الله. طيب حق رمضان هو لك الحيادات والمحاجل وال... حق رمضان هذا ك حنا خرجوا من صلاة ولا أيوة أيوة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو كور. ان انا قلت لك نستسقي سبحان الله الان مطر. اللهم لك الحمد. طيب الان انا عاد احطك في موقف محرج. ما انت المذيع كمال طماح وانا الحج حمود اسالني ما اقول له. انت مذيع ما عليك. ما اسمك يا اخوي؟ انا يعني انا من عندكم من البلاد. انا يا ولد اسمي كمال صالح ناس الطماح. ولما انجيت يا اخوي لهنا؟ جوك لهنا افعل لفه وابصر الاوضاع هكذا الحال يا ولنقل للناس تاريخ وحضاره ريمه. مداق ابو انا تاريخ وحضاره على الدنيا يابسه. اتجي قد استسقينا والمطر دا ينزل ذلحي. ودا نقول ذلحي لا قودا دا تسقينا ولا دا قودا نزل. نقو؟ لا ما نقومش نجلسوا هنا الا ما احنا خاسعين. انا افدي قلبك الطيب اعزائي المشاهدين قلب مرح وقلب طيب واحاديث جميله مع هؤلاء الناس المتفاعلين هكذا هم ريمه بساطتهم وطيبه قلبهم واخلاقهم الراقيه. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا واياكم الى ختام فقره سواليف ومواهب الريف في هذا المكان الجميل. ومعي متابع الانتاج تفضل. هذا مبلغ مقدم من البرنامج. أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الكاميرا في الريف 7 لهذا اليوم. الكاميرا في الريف برعاية مصرف الكريمي.